بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ارحب بحضراتكم جميعا واحيي قادة الفكر والرأي والرؤى من أئمة الإخوة المسلمين والمسيحيين والبرلمانيين وأصحاب الرؤى وأهل القانون من مختلف بقاع العالم اللي شرفونا النهاردة. اسمحوا لي في البداية أنا كبرلماني أحيي من راعى هذا المؤتمر باسمكم جميعا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حريصا كعهده على المحافظة على الصورة والحقيقة الأمور لصورة الإسلام الوسطي، والذي كانت له مقترحاته وآراؤه وقراراته التي تحدث عنها العالم حينما تحدث وكلف كل المسؤولين في مصر عن تحديث الخطاب الديني. كانت هذه أولى قراراته، وكانت القرارات آنذاك تتحدث عن صراع الحضارات طارة، وصراع الثقافات طارة، وصراع الأديان طارة أخرى. ولا شك أن هناك خلط كبير في المفاهيم بين هذه الصراعات وبين التدخل السياسي الذي أجج لهيبها وبدأت تتمحور في اتجاهات عدة ليست مجرد حوار للحضارات ولا الثقافات ولا الأديان، ولكنها أصبحت تحقق أغراضا سياسية وتحقق مصالح اقتصادية للقائمين عليها، فتأجج منها الإرهاب. ولاحظنا أن الشعوب بدأت تتحدث عن حروب الوكالة بين الدول، وهناك العديد من الاجتماعات الدولية التي حدثت وأنا شرفت أن أحضر جزء منها كبير، سواء كان في مصر أو في السعودية أو في الإمارات أو في أوروبا في روما في الفاتيكان أو في أمريكا. والحقيقة كل ما نستمع إليه هو خلاصته هو ما استمعنا إليه هذا الصباح من علماء أجلاء، استمعنا إليهم وكانت الرؤى واضحة وكان القرار واضح. حينما نتحدث عن الإسلام الوسطي ونتحدث عن الحوار وأهمية الحوار وما دلل عليه في القرآن والسنة، وهذا الحقيقة ليس جديدا، فقد تحدثنا عنه كثيرا في المؤتمرات، لكنه استوقفني اليوم حينما استمعت إلى أحد القادة من العلماء الذي نادى باستراتيجية جديدة للمواجهة. وهنا يكمن التحدي الحقيقي، كيف يمكن أن نواجه هذا الفكر الجديد؟ كيف يمكن أن نقدم أنفسنا للعالم ونشرح له وما هي لغة التواصل، وكيف يمكن أن نتواصل معه باستمرارية؟ فليس مطلوبا هذه الفترة أن عقد اجتماعات ثم بعد أشهر اجتماعات أخرى وتنفض هذه الاجتماعات، ولا تنتهي إلى رسم رؤى واستراتيجية متكاملة لها صفة الاستمرارية، ونتحدث فيها مع الشعوب والمواطنين والأشخاص والشباب والمرأة كل بقدر ثقافته. إنني أحيي هذا المقترح، ولا شك أن العلماء والمفكرين وهذه الخبرة الجليلة من استمعنا إليهم وهذه الرؤى التي طرحت منذ عامين في الإمارات لما تقابل
فضيلة الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان حقيقة كانت لها صدى عالمي كبير جدا، وكنت أتمنى أن تتكرر هذه الأحداث على الأقل كل شهر حتى تتواصل المعلومات والرؤى. ولا شك أن ده محتاج جهد ورؤى كثيرة وتقبل من الشعوب. لا يرضى منا أحدا ولا يقبل أن يهان دين تحت مسمى الإرهاب. لا يمكن أن يهان أبدا نبي أو رسول نرى له تطاول تحت عباءة أو فكر. حرية الرأي وحرية التعبير فلا ليس مقبولا على الإطلاق. هذا الفكر المتطرف الذي يؤجج ويلهب شعور المسلمين. وتحدثت مع المسؤولين، ولكن لما تتحدث مع المسؤولين من له صاحب من يكون صاحب القرار يقول انا مقتنع، ولكن الاخر يقول انها حرية الرأي والتعبير. ولكن شتان بين الاثنين. حرية التعبير هي حريتك الشخصية حينما تعبر عن رأيك ولا تمس الاديان ولا المقدسات ولا الانبياء. فهذه مقدسات، هذه مبادئ محرمة علينا جميعا، انها كلمة السماء التي يجب ان نحترمها ونبجلها. نحن نستطيع ان نختلف في الرؤى في الثقافات، لكننا لا نستطيع ابدا التطاول على الاديان او على الانبياء. ليست حرية ولا تعبير، وانما هي تأجيج لمشاعر 2 مليون مسلم. وحينما علموا قبل ذلك فيما يتعلق بالسامية، تحدث البعض وقال بقوانين محرم على اي حد ان يتكلم عن السامية، والميثاق والعهد الدولي حرم هذا ايضا. ولكن حينما نتحدث عن ذلك نجد ان بعض المتطرفين او المغرضين او المندسين او هؤلاء الذين يريدون تحقيق مصالح قد يجنوا ثمارها ارهابا، ويكونوا هم محصلي هذه النتيجة. احنا عشنا في مصر وشفنا قد ايه الفترة اللي فاتت مصر دفعت ثمن الارهاب والارهابيين، وكانت بتدافع عن العالم كله وبتقاوم الارهاب اللي كان عاوز هنا يعني يسكن في اهم وارقى بقعة في العالم التي تنزل فيها الاديان الثلاثة. كان البعض يريد ان يصنع من سيناء مهبط الاديان، كان البعض يريد ان تكون طورابورا ويهاجر اليه الارهابيين ويترعرعوا فيها. ولكن قواتنا المسلحة وقفت، وكان قرار السيد الرئيس فوضوني، كان قراره عندما سأل الشعب المصري فوضوني وانا احاربهم. وكان التكليف واضحا لقواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت ان تحاصرهم وتنتصر عليهم، وكانت درسا قاسيا حمى العالم كله من وادات هذا الارهاب. انا لا اريد ان اطير في هذا الحديث، لاننا نحن كبرلمانيين لدينا واجب ولدينا تصور. اين الامم المتحدة من هذه الاحداث؟ واين برلمانات العالم من هذه الاحداث؟ وكيف يمكن ان تتجمع الرؤى لتحقيق هذا الحلم؟ حلم الذي يثبت المبادئ والقيم بين الشعوب، حلم المواطنة لكل منا وطنه ودينه ولا حريته الكاملة، ونحن نحترم حرية الآخرين. نحن لا نتدخل في شؤون الدول ولا نتدخل في حرية الشعوب. نحن نستطيع أن نقول للعالم هذه مبادئ الدين السمح بتاعنا. المؤسف أنه الإعلام مغرض في بعض الحالات. الإعلام الغربي قد يؤول معلومة وقد يربط الإسلام بالإرهاب، وهذا خطأ فادح. وقد يتحدث بلغة يفهمونها أنها تحريض على الإنسانية، لكنها في بعض الحالات
يعني يغض عنها البصر، ولكن صرخات المسلمين في كل مكان كانت مدوية دفاعا عن الإسلام والمسلمين ولتصحيح المفاهيم ولتصحيح الأوضاع حول العالم. في أكثر من موقف كنا شاهدين عليه، كنا شاهدين حينما تحدى الجميع من المسلمين ما رسم رسوم مسيئة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وقفة هزت العالم كله، كانت وقفة تقول لا نحن لسنا مع الإرهابيين ولسنا مع أصحاب الفكر المتطرف، نحن أصحاب الإسلام الوسطي الذي يجب أن يروق ويسوق في بلاد العالم. ومن هنا يسعدني ويشرفني هذا الجمع، هذه المنصة الكريمة، أن نتحدث عن دور جديد للبرلمانات، عن دور جديد للأمم المتحدة، عن دور جديد لكل برلمان في دائرته، عن قوانين وتشريعات تحترم هذه المبادئ الإنسانية التي رسمها الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نتواصل مع العالم ولا نتحدث مع أنفسنا فقط، لقد آن الأوان أن ننطلق مع العالم أجمع، كل له علاقاته بالعالم سواء كانوا برلمانيين أو هيئات أو حكومات أو مثقفين أو إعلاميين، أن لنا الأوان أن نروج وأن نتحدث ونحن على ثقة بمبادئنا وبأهدافنا التي تحمي العالم من ويلات كبيرة، في سواء كان في ويلات الإرهاب والتطرف أو ويلات حروب دول أو حروب دول بالوكالة التي شفناها مؤخرا. نحن نعيش اليوم مثلا، لابد أن نضعه أمام أعيننا، فحينما جاءت الكوليرا وحينما جاءت الكورونا من سببوها أزت العالم كله ودفع ثمنها العالم كله، وربما هذا الفيروس أقل من جناح بعوضة، ولكن حينما اكتشف العلماء الداء واعترفوا وأسسوا الدواء استفاد منه العالم كله. فنحن مع بعض في بوتقة واحدة نستطيع أن نبني وننشئ ونتعاون للخير، أفضل بكثير أن نتعاون مع الدمار. اسمحوا لي في البداية هذه المقدمة، وأنا أريد أن أستمع إلى زملائي البرلمانيين، ما هو دور البرلمانات؟ كيف يمكن أن نعظم هذا الدور سواء كان دور تشريعي أو دور رقابي أو دور إعلامي؟